اليوم مؤسسة جمال الدين الأفغاني تحتفل بالدخول المدرسي لموسم الجديد 2022-2023 تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. وكما لاحظتوا يعني تم استقبال التلاميذ في أجواء مريحة بأنشطة ترفيهية من أجل يعني خلق واحد الألفة، لأن اليوم تم استقبال المستويات الأول، المستوى الأول والمستوى الثاني. ونتمنى يعني يكون هذا الموسم إن شاء الله موسم ناجح بالنسبة للمتعلمين، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. جهاد المدرسة فيها الأناشيد والدراسة، فيها كل شيء. شعور المدرسة زوين بزاف وستق بزاف زوين. دخول المدرسة جميل جدا، كان الشياق كبير، لمسنا فيه واحد الشياق كبير، الحماس كبير، واحد الحماس عود كبير للأطفال في هذا الدخول هذا. والحمد لله للأجواء داز في أحسن الظروف، وكنا قسمنا مع إدارة المؤسسة قسمت هذا الدخول على حسب يكون على مستويين. المستوى الأول هو أن في الصباح إن شاء الله كان الدخول ديال المستوى الأول والثاني والثالث، وفي العشية غيكون الدخول ديال المستويات الرابع والخامس والسادس، باش إن شاء الله باش يدوز جميع الظروف، يدوز في واحد الظروف اللي هي صحية، ويكون كل شيء الحمد لله كان كل شيء متوفر. ونطلبوا في هذا الدخول هذا، نطلبوا إن شاء الله تكون هذه السنة التفوق للجميع. وبهذه المناسبة نشكروا الأطر الإدارية للمدرسة اللي كلهم جاوا حاضرين وواقفين على قدم وساق، وتنشكروا المندوبية ديال مدينة القنيطرة اللي ما تيبخلوش علينا في جميع المساعدات ديالهم لهذه المؤسسة هذه. كالعادة دائما كنحتفلوا بهذا الدخول المدرسي اللي تنعتبرونا بالنسبة لي عيد المدرسة والتلاميذ. هذا العام ارتأت الوزارة أن تتعامل مع هذا الدخول بشعار جودة للجميع. احنا الحمد لله هذه الجودة احنا كنتمناو اننا نشوفوها ونلمسوها في المؤسسة ديالنا التعليمية، لان المجهودات اللي كنبذلوا دائما كان كلها تحفيز لهذه الجودة ولهذا. وهذا العام الحمد لله درنا واحد الاستراتيجية كبيرة للدخول المدرسي لهذه السنة، حيث سطرنا واحد البرنامج حافل بمجموعة من الأنشطة، مجموعة من التكاوين، مجموعة من المسائل اللي غتعطي للمؤسسة واحد النفع كبير. اولا بهذه المناسبه كنشكر جمعيه اباء واولياء التلاميذ اللي على المجهودات الجباره اللي قاموا بها، كنشكر الاطر التربويه اللي تجندوا هذه 5 ايام وهم مجندين باش ينظموا هذا الدخول المدرسي، كنشكر الصحافه اللي جات ازرتنا في هذا العيد الكبير، وتنشكر الجميع على هذا المجهود. وهذا واجب اخي سيدي عمر على هذا المجهود هذا اللي بدا خصو يكون، لان الا ما وقفتيش في الدخول المدرسي راه السنه ما غاديش تمر بخير وعلى خير. خصنا نوقفوا على كل صغيره وكبيره، خصنا نحافظوا على السلامه ديال المتعلمين، خصنا نحافظوا على النظافه ديال الاقسام ديال الساحه، خصنا نوجدوا لهم الجو الملائم باش تكون واحد الدراسه اللي كتمشى في واحد الجو ملائم وجيد. هذا الشيء علاش كنوقفوا على كل صغيره وكبيره. وكنشكركم على هذه الملاحظه، وتنتمنى للجميع دخول مدرسي زاهر.